نور المهدي من كازا ونورمالمون كنلعب في ساحة ماريشال. وكيفاش جيت للصويرة؟ جيت هزيت الماتيريال ديالي وجيت لعب في الصويرة مع الناس. طبيعة الحال الناس اللي كيجيو الصويرة لو عارف ريوسهم جايين يسمعوا الموسيقى وجايين زعما واش كيعيشني هادشي ولا لا. اي واحد كيجي كيتفرج للفيستيفال كينسى خاصو ياكل، خاصو فين يسكن، كلشي متريبي، كلشي حاط لاطونت فوق البحر فوق الارض، ما كيبقاش كيهمو هادشي، كيولي جاي جيت باغي يعيش الجو زوين وصافي. ممكن تكون ستار فهمتي، ممكن تكون ستار ولكن انت مدنشي بشي شويه فهمتي، حتى الاكسبيريونس اللي كتخليك تكون ستار ولا لا. واي حاجه كتعلمها في الزنقه راه كتعاونك من هنا لقدام. ودابا ما كنفكرش نكون ستار، كنفكر نخرج نبارطاجي مع داك مع الناس داكشي اللي كنحس به وصافي. في الاغاني اللي كنحاول ندير كيكونوا فيها دي ميساج فهمتي، وكتحاول تخلق جو عائلي بين الناس. ومن ناحيه لي زارتيست اللي كاينين كنحاول نقول بالله خرج صاحبي للزنقه وتلعب انت، راه ممكن تعيش، ممكن تفرج على واحد النسبه ديال الناس في شي مدينه اللي يقدر يكون فيلاج مدينه ما فيها حتى شي ارتيست كيخرج للزنقه يلعب فيها. ممكن اصاحبي انت تخرج ويكون هذاك الشيء غير سيبخوك انك انت كتلعب ليهم، وطبيعه الحال كيعاونك باش كتعيش داك النهار ديالك، كتعاود ترجع ديما كتبقى غادا لومبيونس بحال هكا. حسن ما انك تسنى كونسير من عام لعام باش تجي تخلص فيه واحد 800 درهم ولا ما عرفتش على حساب البلاصه. اللهم كتجي كتفرج داك لارتيست كتعاونو كومام من هنا لقدام يولي شي حاجه. يعني بطبيعه الحال ملي كيتحتكم مع بنادم راه كيستافد وكيتعلم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.